بعزم وناوي. ليه علوان؟ ليه؟ تتجوز؟ طب ما انت متجوز ومين؟ ست الستات فوارك اللاته شلتك من العدم وحطتك فوق راسي من فوق، صبرت عليك وسطرت عيوبك. قم اول ما تشم نفسك تفوتها. يفوتها؟ لا الطم مش حيفوتها. كيف؟ هيتجوز عليها، هيجيب لها ضرة زلها، قال عن وضل سبيل. لا نعمة ما تستاهلش كده واصل. انا مش في نعمة دلوقتيات، انا مالي اصطلح بده كله. انا في وحلة اللي ما يعلم بيها لربنا دي، واخد فلوسها دي لو كديها دلوقتيات، وعمالي بحتار لي فيها في الحلال وفي الحرام. اتحددت معاه؟ ايه. امال حسكت؟ وقال لك ايه؟ قال لي حق شرع ربنا بيقول مثنى وثلاثة ورباع. يعني هم الكل شرع ربنا والشعلق في دي؟ ما ربنا كمان ما يخلصوش الظلم. والله قلت له. قم قال لي وايه يعني اللي حيظلمها؟ ايه مش هتلقى الوقت؟ انا عايز عيل يحمل اسمي وياخد مكاني بن هواره. تاخد مكانه؟ ورث كان هياك ولا ايه؟ معلوم عنده هو ورث. اما هو ورث مكروا ليه على الشيخ البدار الله يرحمه وعلى ولده البدري قبل سابق. انت هتقلب لي في القديم تاني. طب اسوي كيف دلوقتيات؟ قال لك ايه ما حددت انت؟ هم كل حاجه. وخبر قال ليه؟ ايه؟ قال لي بقول لك ايه يا عمي، ما شايفش بنت بنوت تكون فرع كده وتكون تعرف تحط الاحمر والاخضر ووردك تكون دفيان وراكدة على عقمه زين؟ قال عاوزني انا اشوف له عروسه بفلوسي. تصدق؟ صدق الا صدق. هو ده علوان ابو البكر.